بكره يروح دوام شغل ولا خلاص؟ شوف بعدين. وين شنطة؟ ماني وين نحطها؟ لا ما في مشكلة. شلون ناخذ ماني؟ لا لا ما يروح. يلا اوكي. 1.5 مليون خلينا نلحقها يمكن تشود. لا تغشمر. يلا. ربي لك الحمد، الله رزقه 1.5 مليون من حساب النجمة من البنك التجاري. صراحة أنا وايد سعيدة. ترى محمد لا العربي زين ولا الإنجليزي زين، بس الفرحة مبينة بعيونه. هاي شوية عربي زين، إنجليزي ما في زين، شوية هاي. شوية عربي. شوية عربي. شوية. أهم شيء. كله زين وما في كله عربي أعرف أنا. صح. أنت هذا يشتغل سيارة؟ أيوة أنا هذا سيارة أنا شغل، ما في مشكلة أنا على طول ممكن 8 سنة أنا هذا تراك شغل سيارة هذا أنا. 18 years ما شاء الله. أيوة. الحين الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله بعد 18 سنة يشتغل السيارة هذه بالشاحنة أو التريلا، الحمد لله فاز وصار عند 1.5 مليون. الله يرزقه يا رب ويهني فيهم. الحمد لله. محمد يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. المليونير حتى ما أعرف أقولها من كثر ما المليونير ونص ورانا لقينا. وصل بالسلامة، كان مسافر والحين قاعد نخلص إجراءاته بوزارة التجارة، وإن شاء الله بعدها ننتقل للبنك التجاري نخلص إجراءاته البنكية. من وين هو؟ من باكستان. ما شاء الله، الله يوفقه يعني بصراحة ويرزقنا جميعا. أي والله الحمد لله. ندور على المليونير ونص اللي مع التجاري، رجع من السفر ندق عليه بالستيج ما يرد، يرد علينا رفيجة يقول مو أنا يا جماعة عندك حساب. ما عندي. معك حسن، أنا أكلمك من طرف البنك التجاري. Do you have النجمة account with us? Is this محمد؟ محمد؟ No. ألف مبروك. أنت مبروك. أنت والله مبروك. When did he know about this prize? He was in Pakistan. He said. Okay. And then he reconfirmed it and then came back to us. طبعا غنيم من البنك التجاري فقاعد يساعدنا بالترجمه لان محمد عربي انجليزي ما يعرف. شويه. What is his plan؟ ما يعرف على هنا. للحين فكر. ايوه. How many years with تجاري؟ Around 9 years. From 9 years he opened the account. 9 سنة. ايوه. ما شاء الله. الحين الكلام قاعد يطلع العربي والانجليزي ما شاء الله. تسع سنوات مع البنك التجاري وعنده حساب النجمة. النجمة. But we tried to call him and somebody else answer the phone. Yeah, and after that he. Because he was. Yeah, and that person he called him that he won the 1.5 million. صديقة اللي رد على التليفون لما كنا بفعالية النجمة بلغه لما تأكد قال يلا خلاص أروح أراجع. ما شاء الله يعني الحمد لله. كويت جود؟ زين الحمد لله كويت جود. نو اتس تو ماتش جود. واجه زين كويت. هاو اولد ار يو؟ كم عمر؟ مالنا؟ ايه عمر مالنا ممكن 53 سنة. ما شاء الله. بعد في كم سنة ل 60 بعد؟ ايوه ممكن ايوه والله اعلم بعد 52 53 سنة ممكن. العمر كله يا رب. ثانك يو سو ماتش. ناو ذيس وان بيبر خلاص؟ تجارة حماية مستهلك؟ لا خلاص. الحين روح بنك. أيوة الحين روح. فرع التجاري الرئيسي وصورنا الصورة اللي كنا بنصورها بالستيج. إي نعم، وما حصل للأسف الفائز الرابع معنا كان مسافر واليوم وصل، ومثل ما شفتوا استقباله الكبير اللي صار من قبل شوي. في البداية أحب أبارك الرابع المليونير ونص اللي فاز معنا، وتعتبر هذه الجائزة أكبر جائزة مصرفية في العالم مرتبطة بحساب مصرفي، ونتمنى إن شاء الله حق عملائنا الكرام حظوفر في السحوبات الجاية إن شاء الله، سواء كانت أسبوعية شهرية ولا نص سنوية.